عايزين نروح نشوف البلحة دي اللي كل يوم العيال خربها لنا، عايزين نقعد عندها هناك ونشوف مين بيخرق لنا فيها دي، تمام؟ نقول لهم هناك ونشوفهم، خليه يخرقوا لنا دي فيها، احنا خلينا على رمضان وهم هيقدروا يخرقوا لنا فيها. لا تعال نشوف دلوقتي حكايتهم دول. الله بلح. يلا بس كده جبرة، احنا لازم دلوقتي حنروح هنا عند النخلة وحنقعد، وحتى الراجل اللي قلنا له تعال اطحه مش عارف ليه مش عاوز يأتي. الله يكون مزنوق يا. ما هو فعلا موسم بلح دلوقتي فيه وبلح كثير مزنوق، بس انت زي ما شايف طبعا جينا عند البلح طبعا وخرقوها. طب الزلمة ودينا كلام برضو باخدينها بالحجارة دلوقتي خبط عليا بس كده بوظوها وبنخليها لرمضان وبنطلع منيها زكا. طب حيل الصبايغ شلت دلوقتي قبل حنخلي منيها لرمضان ولا حندي منيها الناس؟ والله ما عارفين. تعال من منيها يا بابا. تعال يا ابوي جنبي هنا لما اشوف انا مين اللي بيجيني ده ما امسكه لصلحه جنبي. يمين ده مرة راح تعب. الله بيمين تعبني. عبني. السلام عليكم. ثلاثة أرقام. يا عامل حال. ايه الأخبار؟ تمام. يا عامل. لا. الدنيا. لا خليك. عايز جاي يطلع لكم النخلة. يا رجل الحمد لله إنك افتكرتنا وجيتنا. والله العيال خربها لنا. لا. كل يوم هنجي نلقى تحتها بلح ماخذينها بالحجارة خرقان لما بوظوها. خلاص هاخذ 70 جنيه. 70 جنيه ليه على البلحة؟ أيوه 70 جنيه حتى. طلعان هاي 70 جنيه دي 40. لا السلام عليكم. فوز وين حل اتفق يا ابوي 40. لا 40 45. من بعد يا حاج من بعد فشي يا ابوي بعد يا بيجي دخل حد قال لي حاج احنا من عارف اي اقول 45 يا ابوي ام 50. لا يا ابوي افتح الله لا توكل على الله. توكل على الله. يا ما تديها لي اخ اللي طاح العيال صفوها. لا بكره حجيب لك عمك يا هندي فنكوش ولا كانه اسمه كنكوش ذاتي اخليه لك يطيح عمك. هندي له 30 جنيه وعلبه بلح. يا راجل. يلا يا بابا الجو حر الظهر بيدي ما حدش هيجي طلب. والله هو الجو حر يا ولدي بس هنعمل ايه؟ نغلب العيال اللي ماخذينها لنا خرقان دلوقتي، والله تعبنا احنا. طب هنروح نصلي الظهر ونعديها؟ لا احنا نصلي الظهر ونتغدى وبعد كده نجي في العصر. يلا بينا، خلينا نروح. انت لسه قاعدة يا غالية؟ برضه مش بالجريد، مش بالحجارة. الحمد لله النهارده جبا جاي هنا. عارف عمك حمدان؟ ايوه. روح له وخليه يقطع النخل وقول له ابوي حيديك 70 جنيه زي ما هو عاوز. رنينا على الفقري ذاك كما قال مكسور وقع اتكسر. روح وتجيبه في يده عشان البلحه دي شكلها حتروح منين. الحقونا يا البلحه الوحيده اللي معانا حي ياخذوها مني كل
يعني جبتوا لك يابا جلد هاخذ السبعين انا اديك ابوي سبعين وتعال قحامة يلا العيال ما مخلاهاش فيها يلا تعال ابوي الحقني العيال ما خلاش لنا البلح واصل جبت لنا شوايل من البيت عشان نسند على البلح اللي حيوقع؟ لا هو البلح اللي نقطعها ايه هي ما هي ابوي البلح تاني وينها؟ وين البلح؟ ابوي تلاقى الدير للستين من الاول يا الله بلحتي ابوي او معلش هاي ابوني الله